ما بالراحة شوية فكرة. اضغطي بشويش. ايه بكتب؟ انت كده بتكتبي؟ انت كده بتعذبي الكيبورد. ده دولي. الو؟ الله يسلمك. مين معايا؟ ميادة. ازيك يا ميادة؟ وازاي الولاد عاملين ايه؟ ايه؟ نازلين مصر لولادي؟ ليه خير؟ اه طب كويس. وجايين بري ولا طيران؟ ايه ده؟ مامة مين اللي معاكم؟ امك انتي؟ مع عمتي اتكال الله يرحمها. ما ماتتش ازاي؟ ده انا متبلغه بالخبر بقالي اكتر من سنه. وبعدين يعني انا كنت بقرا الفاتحه كل ده على روح مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا حبيبتي سيبوا بالسلامه. لا مستنياكم. مع السلامه. سبحان الله يحيي العظام وهي رميم. ايه ده يا فتنة؟ هو انتوا ازاي كنتوا مفكرين عمتكم ماتت وهي عايشة؟ انا ما كنتش مفكرة. هم اللي قالولي. هما مين؟ بنتها فردوس. السنة اللي فاتت راحت تزور اختها في السعودية. رجعت سألتها امك اخبارها ايه؟ قالت لي دعيلها بالرحمة. اتاريها كانت عيانة ما فيصتش. ولما عمتك عايشة وزي الفل بنتها بتفول عليها ليه؟ هي أكيد يعني مش قصدة تفول، وبعدين الرحمة عادي تجوز على الميت والحي. هي تلاقيها كانت عيانة وعايزانا ندعي لها. بس أنا اللي فهمت غلط. هو أنت على طول كده فتنة؟ كده إزاي؟ يعني الموت عندك كده عادي؟ أسهل حاجة على قلبك تودعي الناس؟ مش الفكرة. بس يعني عمتي اتكال ما هياش صغيرة برضو. اتكال؟ عمتك اسمها اتكال؟ آه اسمها اتكال. مستغرب كده ليه؟ إيه المفروض أتعامل معاها على إنه جانا عادي يعني؟ عادي على فكرة. طالما في اعتماد يبقى في اتكال. اه صحيح عندك حق. يلا مبروك عليكي رجوع عمتك للدنيا. مبروك ايه بس؟ ما موضوع رجعت عمتي ده هيفتح عليا فتوحه انا كنت نسيتها وقفلتها من زمان. فتوحه ايه؟ اصل امي الله يرحمها كانت موصياني ان انا اديها حاجه. الحاجه دي بقى يا عالم هلاقيها فين دلوقتي؟ انا لازم اروح. فيها فتنة. فتنة فيها فتنة فاهمين. بعدين بعدين فاهمين بعدين. ستر يا رب. لا 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 لا.